السلام عليكم الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير. اليوم كما كتشاهدوا معايا عندي ثلاثة غادي نوجدوا مع بعضياتنا نوتيلا بالبندق والكاكاو والكاوكاو، ماشي كاكاو، ونوتيلا بالزنجلان، ونوتيلا ديالنا حنايا الأملو باللوز. احنا ما غاديش نديروا الطريقة ديال نوتيلا حيت عارفين بأن دوك المواد ماشي صحيين، وكما كتعرفوا الوليدات عزيز عليهم شي حاجه ديال الطختيني هكا كيهزوه ويديروه في طريفه الخبز ولا في الكرواسه ولا في القرص، تيبغيو داك شي حاجه سهله يديروها بحال يدهنوا بها الخبز ديالهم. كما كتعرفوا بان الزنجلان مفيد ليهم الوليدات الصغار، وكتعرفوا بان ما كندخلوش بزاف في الطبخ ديالنا، وهذه حيلة باش يبقاو يستعملوه يوميا في الفطور او في الكوتي، وقت ما جاهم الجوع كنستعملوه. ندوزو الطريقة ان شاء الله. الاخوات واخا كتشوفوا المقادير هنا كاين الكاوكاو والزنجلان والبندق، انا راه درت اللوز تا هو حمرته وطحنته بحال املو، وهنا من طبيعه الحال الزنجلان كتاخذوه كيتغسل وكيتنشف كيتنشفوه وكتنقيوه، راه تيكون فيه زبل ولا الحشرات. وهنايا البندق راه باين لكم في الصوره هنايا باش تعرفوه، هو اللي كيستعملوه في نوتيلا، تيكون داك المذاق ديال البندق. كتاخذوا الكميه، انا راه ما نحددش لكم الكميه، كل وحده زعما الكميه اللي غادي تصيبوا. هنا الكاوكاو العادي ديالنا من بعد ما قشرته، انا راه حمرته في الفران ما قليتوش في الزيت، لان اصلا هو فيه الزيت ديالو، وملي غادي نطحنو غادي تطلق لينا كاع الزيوت ديال الزنجلان ولا ديال الكاوكاو، كيطلقوا ديك الماده الدسمه ديالهم وكيجيونا معلكين. هنا واخا ما بينتش لكم اللوز الاخوات حيت كان ديجا موجود عندي املو، اللوز بوحدو مغسول ومحمر في الفران ومطحون مزيان حتى تيتعلك لينا هكا. هذا راه ديال اللوز كان عندي موجود. الاخوات اللي عارفين املو، ما درتش ليه دابا هنا ارقام، ما درت ليه والو، يتطحنوا مزيان حتى يوليو هكا معلكين. وهنا البندق حتى هو بنفس الطريقه محمر شويه ما يتحرقش، وكنطحنوه مزيان حتى يتعلك لينا. تقدروا تهرمشوا شويه باش يعاونكم في الماكينه، وعاد طحنوه مزيان، تبقاو تطحنوا توقفوا شويه تتشوفوا الطريقه اللي بغيتوا هكا يكونوا فيه حبيبات، ولا طحنوه مزيان. هنا الزنجلان هو راه ساهل دغيا كيدور في الماكينه وكيجينا معلك، وراه عارفين بان الزنجلان راه زوين ومفيد للوليدات الصغار، احسن لينا من ناخذ داك نوتيلا حنا ما عارفينش اصلا شنو فيه، تتكون فيه غير نسبه السكر زايده. وهذا الكاوكاو ديالنا حتى هو اللي محمر وطحناه بنفس الطريقه كما كتشوفوا الاخوات، هكا معلك، راه ما زدت ليه لا زيت لا والو، راه الماده الدسمه اللي فيه هو اللي خلاته هكا معلك. صافي، هنايا غادي ندوزو الطريقه باش نخلطوه مع الشوكولاط. هنا الاخوات الا بغيتوا تاخذوا كل من مكون، بحال دابا تاخذوا شويه من الزنجلان شويه من اللوز شويه من الكاوكاو شويه من البندق، وديروا نوتيلا واحد لكم الاختيار، انا غير كندير لكم الطريقه اللي درت انايا، اما بالنسبه تقدروا تكتفيوا بكل عنصر ولا كل مكون تاخذوا منه القياس وديروا نوتيلا واحد بنكهه واحده وتجمعها بالشوكولاط. الاخوات اللي باغيين ما باغيش يديروا الشوكولاط يقدروا يحليوه بالعسل، يا اما العسل الحر ولا العسل اللي مهم. انا اكتفيت بالشوكولاط هنايا، خديت الشوكولاط النوعيه اللي بغيتو وكتذوبوها، انا ما درت لها لا حليب لا والو، حيت كاين هنايا الزيت ديال الزنجلان وسميتو هي اللي غتطلق لينا النوتيلا ديالنا، ما نحتاجوش نطلقوا الشوكولاط بالحليب. صافي، كتاخذوا الكميه اللي نتوما كتحكموا في الكميه، صافي، وكتبقاو تخلطوا بالشوكولاط. انا حليت بالشوكولاط. الاخوات كنعاودو نقولها، الاخوات اللي ما باغينش يديروا الشوكولاط، بالنسبه اللي عندها الوليدات راكم عارفين بان الوليدات عزيز عليهم الشوكولاط، ديروا الشوكولاط ودير واحد القبيصه، شفتوني دابا رشيت شويه الملحه، رشيت غير تقريبا واحد القبيصه الملحه، كتقاد لينا الذوق. صافي، وغادي نخلطوه بالشوكولاط. انا خديت معلقه ديال الزنجلان وخديت معلقه ديال الكاوكاو، وما درتش هنا البندق، انايا داك البندق بغيت نخليه بوحدو،
يدار مع الشوكولاته بوحدو. والوليدات راه كل واحد هما اللي غيشرطوا عليكم باش كاش غديروا. الا كنتو ما اكتفيتوا بالزنجلان واللوز والكاوكاو والبندق تخلطوهم كلهم بالشوكولاته يخرج لكم واحد. انا درت ثلاثه الانواع، درت هذا دابا اللي درت فيه الزنجلان والشوكولات والكاوكاو، خلطهم بجوج وغادي نزيد الثاني غندير فيه غير البندق واللوز والشوكولاته. صافي كتوجدوا فين غتحطوا، لان غادي يبقى لكم مده طويله على حسب الكميه اللي درتو. المهم غير ما ديروش في البلاستيك، ديروا في قرعه ديال الزاج. هنايا انا خديت البندق غنديرو هنايا مع شويه ديال الكاوكاو. لا سمحوا لي الاخوات، راه تلفت دابا ليا الزنجلان ماشي كاوكاو. ملي كيتطحنوا راه ما، ولكن ماشي مشكل، اللي عندكم راه تقدروا تخدموا به. انا غير هنايا بان ليا غلط صحابني، واش لي كاوكاو ساعد هذا الزنجلان. صافي كنخلطوا مع داك البندق وغنديروا معاه نفس الطريقه، نديروا الشوكولات. وكما قلت لكم راه تقدروا تعوضوا الشوكولات، اللي ما باغيش الشوكولات يدير العسل. ما درتش هنايا ارغان، ما بغاوش فيه النسمه ديال الارغان، ولكن الاخوات اللي عزيز عليهم النسمه ديال الارغان راه يقدروا يديروا هنا يخلطوه به باش يجيهم يكون شويه مطلوق. وهنايا خديت النسمه ديال البندق، هذه كتعطي داك النسمه اللي كتكون في نوتيلا. للاخوات اللي ما باغينش يديروه ما يديروش، غير هنا بحال حنا قلتي كنخدعوا الوليدات، كندير لهم ديك النسمه اللي كتجيهم في نوتيلا. هذه كتباع عند مول المستلزمات ديال الحلويات، كتقول لي النسمه ديال البندق تيعطيها لك، كتعطي نسمه زوينه كتجي بحال نوتيلا. دايره غير راس المعلقه حتى يكون شويه مجهد. صافي وكتخلطوه. صافي الاخوات هنا كتستمروا تخلطوا باش يندمج لينا الشوكولاط مع داك الخليط. وصافي كنعمروه في القرعه ديالنا ان شاء الله، وغادي ندوزو ديال الاملو ديال اللوز. هنا راه واخا قلت لكم غادي ندير البندق بوحدو، راه في الاخر بدلت الراي ديالي، قلت علاش ما نزيد لهمش الزنجلان هكا باش يستافدوا. زدت مازال الزنجلان مع البندق، ما كتبانش فيه المذاق ديال الزنجلان، ولكن كيبان بحال داير البندق بوحدو حيت درنا ديك النسمه. هنايا خديت داك اللوز اللي عندي مطحون ديال املو ديال اللوز، كنقولوا ليه الا مشات تطحن كنقولوا ليه املو، ما فيه لا ارغان لا حتى شي حاجه. هاكا كيما طحنتو، انا صراحه استعملت ديتو عند اللي عندهم دوك لي ماشين باش كيطحنوه لينا، تطحن ليا مزيان حيت ديت كميه كثيره. ودابا درت ليه ارغان، هذه اللي باغي النسمه ديال الارغان واللي متوفر عنده يدير ليه ارغان، اللي ما عندوش يقدر يكتفي غير بالعسل. وبالنسبه للقوام ديالو واش بغيتوه يكون مطلوق ولا شويه عاقد، نتوما كتحكموا فيه. انا بغيتو هذا صراحه خليته ليا انايا، ما بغيتش ديك الحلاوه، خليته طبيعي طبيعه الحال. راكم الشوكولاته راكم عارفين الوليدات غياكلوا هذاك اللي حلو بزاف، انا كنخلي، انا بالنسبه لي كنخلي انا هكا طبيعي، كندير غير اللوز مطحون، ما كنحليش انا بالعسل، كنخليه طبيعي وكندير غير ارغان. ان شاء الله تجربوه. بالنسبه للاخوات اللي ما عمرهم ما جربوش املو، راه كيجي زوين ودابا راه معروف عالميا معروف. هنا انا وجدتهم في هاد القريعات ودرت ليهم السميات باش حتى الا الوليدات يعرفوا ديالاش باغيين يهزوه، ودرت ليهم السميات كل حاجه غادي يعرفوا ديالاش قبل ما يحلوا القرعه. وان شاء الله تجربوه الاخوات، راه صحي ومفيد ليهم، هذه خدعه ليهم باش ياكلوا الزرار كيما كتعرفوا. تقدروا تدخلوا فيه زرعة الكتان، تقدروا تدخلوا فيه دوك الزرار ديالنا حنا اللي معروفين راه مفيدين، ديروه مع الشوكولات كتغطي على جميع النكهات وكيجي لذيذ. وغيستافدوا بهذه الطريقه، راه كيستافدوا بالمكونات ديال اللي كاينين فيهم ان شاء الله. بالصحه والهنا.